يعطيكم العافية شباب. سامعيننا شباب؟ سامعين يا شباب؟ دكتور سامعين. يعطيكم ألف عافية. اليوم نكمل آخر موضوع عندنا الآن أوريغراف بالبلايند سيرج، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نبلش بالهيرستيك سيرج التشابتر اللي بعده. طيب هلا نشوف عندنا مثلا لو كان عندنا Q implies B, R implies B, B implies Q, S implies R, T implies R, S implies U, S و T. هاي لما يكتب لك S و T لحالهم شو معناته هذول؟ Facts. كيف ميزهم بالستيت سبيس جراف؟ هسا بنشوفه هو الاند اور جراف، حطهم بمربع معناته هذول ايش؟ ترو. هذول فاكت جيفن ترو، زي محمد طالب مثلناها بالاس زي ما بتعرف بالبروزيشنال، محمد ذكي مثلناها بتي، هاي كل طالب مثلا له رقم جامعي، محمد الى اخره. هاي البلس هلا حتى يميزوا الفاكت عن شو عملنا حطوها بالجراف، عندنا بال ستيت سبيس جراف حطها بمربع، معناته التي والاس هذول ايش معروفات انهم؟ تري ترو، واضح؟ طيب هلا حكينا ايش مثلا؟ في امبلايز كيو، هاي شو معناته السهم؟ انه من في وين امبلايز كيو؟ هاي بتعني ايش؟ امبلايز الارك، تمام؟ الارك شو بيعطينا؟ امبلايز الاتجاه، هاي في امبلايز كيو. طيب حكينا شو كمان عندنا مثلا؟ تي امبلايز ار، هاي تي امبلايز ار. طيب هاي الاس امبلايز يو عندنا صح؟ هاي الاس امبلايز ار كمان، تمام؟ هاي اللي عندنا كمان ايش؟ ار امبلايز ايش؟ كيو، وكيو امبلايز بي. طيب لو حكيت لك هل البي ترو ولا لا بناء على الفاكت اللي عندنا، تقدر تكتشف البي ترو ولا لا؟ وليش؟ بناء على الجراف اللي عندنا، هل الكيو ترو؟ هل البي عفوا ترو؟ يلا يا شباب هلا احنا شو عندنا معطى انه ترو؟ شو معنا معطى ترو بالجراف اللي عندنا؟ اسمع منكم يا شباب. اس وتي، اس وتي. هلا بتقدر تعتبر انه البي ترو؟ بتقدر تثبت لي انه البي ترو؟ يس اور نو؟ تقدر كمان تعتبر الكيو ترو؟ يس اور نو؟ نيجي نجاوب على السؤال الاول، هل البي ترو؟ يس اور نو؟ يس ترو. ليش؟ لانه جاي التي امبلايز ار، التي شو معروفه؟ انها ترو، زي ما اخذنا بالانفيرنس رولز، اذا التي معروفه ترو، تي امبلايز ار از جيفن تو بي ترو، شو معناته الار كمان؟ ترو. اوكي ممتاز، والار كونها ترو لانها جاي من وين؟ من مربع، معناته ايش؟ فاكت. الار صارت ترو كانه حطيناها ايش؟ مربع، وعندنا ار امبلايز بي، معناته البي كمان ايش؟ ترو. طبعا اليو ترو، اوكي 100% اليو ترو لانه الاس امبلايز يو، الاس معروفه ترو، اليو ترو. الار ترو يس لانها جايه من اس امبلايز ار او تي امبلايز ار، صح؟ واحده منهم، الاثنين ترو. طيب هل الكيو ترو بنقدر نثبتها؟ لا. ليش؟ لانه الكيو امبلايز بي، فممكن نعمل مودس تولرنس انه بتكون النت بي، اذا كانت نت بي ترو فبتكون النت كيو ترو، صح؟ احنا عرفنا البي ترو. يس. طيب بس ليش ما بنقدرش نحكي مثلا انه الكيو ترو؟ لانه الكيو الفي جاي من وين؟ الكيو عفوا جاي من وين؟ الفي. هل الفي از جيفن تو بي ترو؟ لا مش محددينها ترو. لو كان على الفي مربع 100% بنحكي ايش كمان؟ الكيو ترو، صح؟ هلا الكيو بتحتمل احتمالين، اما ترو او فولس. حكينا البي ترو وعندنا كيو امبلايز بي، صح؟ طيب صح شباب؟ واضح؟ احنا هون راح يطلع عندنا الترو طبعا نت كيو. بس احنا بناء على الامثله اللي عندنا، هل الفي كيو ترو؟ لا بقدرش اثبتها. ليش؟ لانه مش جايه من في امبلايز كيو، كانت الفي ترو. طيب هلا هون لاحظ راح نستخدم شيء اسمه اند اور جراف حتى نمثل الجمله هاي اللي شرحناهم. حتى نمثل الاند اور جراف عمل لك اذا الاوبريشن بيناتهم اند، شو صار يحط بين الاسهم؟ قوس. هاي شو معناته؟ and. شو معنى هاي الجملة؟ شو معنى هاي اللي عندنا؟ you and are implies b.
ممتاز. لحالها شو كانت؟ Q implies B, R implies B. بيناتهم ايش؟ AND. معناته Q AND R implies B. هلا متى بتكون البي ترو؟ لما تكون الQ ترو والR ترو، صح؟ لما تكون الQ ترو والR ترو معناته ايش بتكون البي ترو؟ زي ما كنا ناخذ بالانفرنس رولز، اذا الQ ترو والR ترو بعمل بيناتهم AND introduction، شو بتصير؟ Q AND R. وعندي Q ترو وQ AND R عند اللي معطينا اياه implies B، معناته البي ايش؟ ترو. طيب لو كانت OR، Q OR R implies B، كيف بنمثلها؟ بنمثلها نفس الطريقة بس بنشيل القوس. القوس شو بيعني؟ AND. واضح؟ إذا بدون قوس شو بتعني؟ OR. واضح يا شباب؟ واضح؟ طيب هلا الاند اور جراف بيحكي لك هي حاله خاصه من الجراف اللي بنعرفها هايبر جراف. الهايبر جراف زي ما شفنا شو بتربطنا النودز، هاي النودز زي الكيو والار والبي مع مجموعه من الاركس. طيب هلا الهايبر جراف زي ما حكينا بتتكون من سيت اوف نودز، وعندنا سيت اوف هايبر اركس، الاركس اللي شفناها. طيب هلا ليش بنعتبر الهايبر اركس؟ بنسميها كمان كي كونكشن. الك اللي هي الكاردينالتي، يعني اذا بحكي لك اف كي ايكوال 1 اور نود، شو يعني اف كي اكبر من 1 اند نودز؟ شو يعني يا شباب؟ هلا حكينا بالاند نود هون الكي لازم تساوي ايش؟ عددهم. ليش؟ لانه متى بتكون ترو؟ اذا الكيو ترو والار ترو. الكاردينالتي شو كانت للكي؟ اكبر من واحد، صح؟ بعددهم لو كانوا Q and R and S معناته قديش لازم يكون الـ K؟ ثلاث كلهم true حتى تكون إيش الـ B؟ true. بينما بالأور ليش كتب لك K equal 1؟ لو كانت الـ Q true أو الـ R true أو الـ S true مش بتصير Q or R or S true؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ واضح. طيب مشان هيك الـ cardinality زي ما حكينا إذا الـ K equal 1 بدنا على الأقل واحد منهم شو بتكون؟ or. إذا الـ K أكبر من واحد بعدد النودز اللي عنده شو بتكون؟ AND نودز. واضحة شباب لحد هون؟ طيب هاي خلينا نمثل هاي الجمل اللي عندنا. عندنا كم فاكت؟ 3 كم؟ ثلاث A و B و C. شو حطيناهم؟ مربع طبعا بس هون مشان الترتيب سهل الرسمة، حط الـ C قبل الـ A قبل الـ B بتفرقش معنا. حطينا الـ C والـ A والـ B بإيش؟ مربعات، تمام؟ إنه ما ذول إيش؟ ترو. طيب A AND B implies D، كيف نرسمها؟ هاي الـ A وهاي B، صح؟ شو حطينا بيناتهم قوس؟ معناته AND. هاي A AND B implies D، هل الـ D true سؤالي؟ Yes. Yes. ليش؟ لأنه جاي من الاثنين AND، صحيح AND جاي بين A AND B، الـ cardinality لها K equal to الاثنين true، الـ A true والـ B true، معناته الـ D شو بتكون كمان؟ true. A AND C، هاي A AND C، هاي A AND C implies E، واضح؟ طيب كتبنا B AND D، هاي B هاي البي وهاي دي، تمام؟ هاي اللي نتجت معنا الدي. بي اند دي، هاي بي اند دي امبلايز اف. طيب اف امبلايز جي، هايها مثلناها. طيب في عندنا هون ناس يكتب لك هاي ايش معناته؟ هاي ايش بتمثل لك؟ من وين اجت؟ الاي اند اي امبلايز اف. Implies at A and E or E and A and same implies at بس هون الناس يحط لنا اياها، تمام؟ طيب هلا بنقدر نحكي الـ H true؟ Yes. Yes، لأنها جاية من وين؟ من الـ A والـ E. والـ E أثبتناها true، ليش؟ لأنه الـ C والـ A true، صح؟ معناته الـ H كمان true. طيب بنقدر نحكي الـ G true؟ Yes. Yes، لأنها جاية من وين؟ من الـ F. الـ F من وين جاية؟ من الـ B والـ D. والدي من وين اجت؟ من الاي والبي. الاي والبي كانوا ترو، الدي صارت ترو، والبي معروفه ترو، صارت الاف ترو، كم من الاف ترو؟ جي ترو، تمام؟ طيب خلينا نشوف لو بدنا ناخذها على الناتشرال لانجويج. هسه بنشوف شو يعني الناتشرال لانجويج. طيب هلا بحكي لك بدنا نمثل عندنا مجموعه من قواعد اللغه الانجليزيه، هذا رح نجي له بشابتر منفصل ان شاء الله. الجرامر انه بحكي لك الجمله باللغه الانجليزيه، هاي اخذ سب جرامر، جزء سبست من من الانجليش جرامر. مش كل الجرامر اللي عندنا، اخذنا مجموعه جزئيه مشان نعرف هاي الجمله مقبوله ولا لا من ناحيه ايش؟ سينتاكس، من ناحيه مش سيمانتكس مش معنى، من ناحيه قواعد.
زي الجملة العربية مقبولة ولا لا إلى آخره، زي بلغات البرمجة إنه الجملة مقبولة ولا لا حسب السنتنس. أوكي، بحكي لك السنتنس باللغة الإنجليزية شو بتتكون من NB اللي هو اختصره للنون فريز بغض النظر VB. شو بحكي لك؟ لازم تبلش بNB followed by VB، هاي معناته لما تكون هيك. لازم تبلش الجملة بNB متبوعة بإيش؟ VB. معناته هون بناتهم AND ولا OR؟ OR AND AND، لأنه بحكي لك NB وشرط تبلش بNB ثم VB AND. واضح؟ واضح؟ طيب الان بي كم احتمال له حاط لك كون على الطرف اليسار؟ اثنين، صح؟ معناته كم احتمال للان بي؟ اثنين. شو بنستخدم اند ولا اور بيناتهم؟ اور. اور اما الان بي على شكل ناون، او الان بي شو بتكون؟ ارت متبوع بايش؟ بناون. معناته هون ارت اند ناون، وهون الناون فريز اما ناون اور ارت اند ناون. واضح؟ الفيرب فريز كمان كم تمثيل له؟ اثنين. معناته بيناتهم ايش راح يكون؟ اور. الفيرب فريز اما فيرب او فيرب متبوع بايش؟ ناون فريز. طب لما اوصل الناون فريز شو برجع بشتق؟ ناون فريز الثاني مره ثانيه اللي هي احتمالاته اما ناون او ارت اند ناون. واضح لحد هون شباب؟ واضح؟ واضح. طيب هلا الفيرب كم احتمال له؟ اثنين. هي اما بايتس او لايكس. معناته هون شو بيناتهم؟ اور. اور. الناون شو بيناتهم هذول الان؟ اما مان او دق. اور. الارت له كم احتمال؟ اثنين، اي او ذا. طيب خلينا نشوف كيف بنمثلها بالاند اور جراف. هاي السنتنس شو بيناتها؟ بتتكون من ايش؟ احنا لاحظ بنشتغل هيك توب داون ولا بوتوم اب حسب اللي اخذناه؟ توب داون. توب داون، صح؟ لو بوتوم اب كيف بعمل؟ كيف ببلش؟ ببلش من هذول اللي عندي الفاكت الاي والذا والمان والدق واللايكس، لانه هذول بشتقش منهم صاروا زي فاكت، صح؟ بحكي اللايكس شو هي بترد تعطيني؟ فيرب، صح؟ صح؟ والدق شو بتعطيني؟ ناون. والمان ايش؟ ناون. زي هيك. اما هون احنا شو بنشتغل؟ توب داون داتا دريفن اللي حكينا عنه. طيب هاي السنتنس بتتكون حكينا من ناون فريز اند فيرب فريز. هاي التمثيل لازم تيجي ناون فريز متبوعه بفيرب فريز. اول شيء تبلش بناون فريز اند فيرب فريز، تمام؟ تمام، واضح لحد هون؟ واضح. طيب الناون فريز كم احتمال لها حكينا؟ كم احتمال؟ اثنين. اما ناون، هاي ناون، صح؟ هاي شو معناته؟ اور، صح؟ هون مش حاطين قوس. اور ايش الاحتمال الثاني؟ ارت اند ناون. واضح؟ الناون فريز كم احتمال له يا شباب؟ احتمالين، اما ناون هيو اور الاحتمال الثاني انه ايش يكون؟ ارت اند ناون. تمام؟ واضحه؟ واضح. طيب الناون كم احتمال له حسب القواعد اللي عندنا؟ اثنين، مان او دك. هاي لاحظ بيناتهم ايش؟ اور، اما مان او دك. واضح؟ الارت كم احتمال له حسب القواعد عندنا؟ اثنين، اي او ذا. والناون اللي عندنا هون نفسه شو بكون؟ مان اور دق. طيب الفيرب فريز كمان له كم احتمال حكينا؟ احتمالين، اما فيرب هيو له كم احتمال الفيرب؟ اثنين، اما لايكس او بايتس بيناتهم ايش؟ اور، او انه فيرب اند ناون فريز. هاي فيرب اند ناون فريز، هاي الفيرب اخذنا لايكس وبايتس، صح؟ والناون فريز اللي هم ايش؟ رجعنا اشتقينا هذا نفسه، اما ناون او ارت اند ناون. تمام؟ واضح؟ طيب واضح. لو حكيت لك الجمله الثانيه، مان لايكس مقبوله ولا لا حسب القواعد بناء على هاي الجراف اللي عندك؟ مقبوله. طيب ليش مقبوله يعني؟ لانه المان من الان بي واللاكس من الفي بي. طيب كيف اخذنا من الان بي؟ الان بي له احتمالين، اي احتمال اخذنا؟ الان. ممتاز، هاي خلصنا من الناون. جينا للفي بي، شو اخذنا من الفي بي؟ الفيرب. الاحتمال الثاني لايكس او بايتس الى اخره، معناته شو؟ مقبوله. لاحظ هون راح نشتغل على زي راح نشوفه بالشابتر ان شاء الله الناتشرال لانجويج، راح نشتغل على مبدا الدبث توب داون.
شو باخذ اول احتمال للجمله؟ ناون فريز. بدي اوجد الناون فريز من انه اول شيء ناون، اذا ما زبطش معي شو برجع بشوف الاحتمال الثاني ارت ناون. واضح؟ واضح شباب؟ بعديها اخذنا مثلا احنا اول احتمال للناون فريز انه ناون، وجدنا مان. اوكي شو انتقلنا للفيرب فريز؟ صحيح لازم ناون فريز متبوعه فولد باي فيرب فريز اند بيناتهم، حتى تكون جمله لازم نحقق ايش الاثنين صح، لانه بيناتهم ايش اند، لازم تكون الناون فريز نثبتها ترو والفيرب فريز ترو. اذا ثبتت واحده منهم معناته الجمله فولس، ما قدرتش اثبت الثانيه، صح؟ مش مقبوله باللغه. طيب الفيرب فريز جربنا اول احتمال انه فيرب، وجدنا لايكس يس ترو. طيب لو كتبت لك مان likes the duck مقبولة ولا لا؟ man likes the duck ايش؟ man likes the duck مقبولة. مقبولة، كيف وجدتيها مقبولة؟ احنا بدنا نحط شرطين ان نقدر نوصل للناون فريز وفيرب فريز، صح؟ طيب تفضلي سوية كملي. هلا الناون اخذنا المان، ناون فريز قصدك، اخذنا من الناون فريز خيار الناون، اخذنا مان، انتقلنا بعدين الفيرب فريز، اخذنا شق الفيرب اند الناون فريز. ممتاز، اخذنا الفيرب فريز انها فيرب اند ناون فريز، اخذنا من الفيرب ايش؟ لايكس. تمام كملي. والناون فريز اخذنا منها الارت مع الان، الارت مع الان، اخذنا الاحتمال الثاني مش الاول انها ناون لحالها، ارت اند ان مان لايكس ذا دوغ. تمام. طيب لو حكينا ذا مان، او عفوا ذا دوغ بايتس ذا مان، مقبوله ولا لا؟ لا مقبوله. ذا مان بايتس ذا دوغ مقبوله. تفضل يا محمد، قلنا كيف مقبوله دكتور؟ الزمان اخذناها من الناون فريز، من الناون فريز. اول شيء هو كيف بيشتغل؟ بيجرب إن بس بعد اذنك، بيجرب اول شيء الناون فريز احتمال ان، اول كلمه ذا هل هي ناون؟ لا، بدي يرجع يشوف شو الاحتمال الثاني. هاي من الامثله على البلايند سيرش، لاحظ شو بيرجع بيكمل. يلا يا محمد كمل تفضل دكتور. بعدين بشوف عند الارت باخذ الذا، بعدين بروح على الناون باخذ الدوغ. ممتاز، هاي ذا دك اخذنا ايش؟ الناون فريز زمان، عفوا هاي اخذ ذا دك، عفوا هاي ذا دك اخذناها من الناون فريز. كمل هسه شو بده يوجد؟ الفيرب فريز. بروح على الفيرب فريز، بجرب بالفيرب، بالفيرب اخذ بايتس موجوده، موجوده بس شو المشكله؟ ما كملش بقيه الجمله، صح؟ شو برجع بيشوف الاحتمال؟ بروح على الاحتمال الثاني. اوكي باخذ من الفيرب بيتس بايتس. اوكي بايتس، ومن الناون فريز ارت اند ناون ذا دوغ، ذا دوغ بايت ذا مان، صح؟ طيب هلا متى الجمله بتكون مش مقبوله؟ اخذناها امبارح بالدبث في سيرش، لما اجرب كل الاحتمالات وما يوصلش، صح؟ طيب لو كتبنا ذا مان مثلا، خلينا نحكي مش ذا مان، اوكي مان دوغ لايكس دوغ، هيك كانت الجمله. احنا بنحكي من ناحيه سنتكس مش من ناحيه سيمانتك، يعني من ناحيه قواعد مش من ناحيه معنى. مان دك لايكس دك، مقبوله ولا لا؟ لا دكتور. طيب خلينا نشوف ليش مش مقبوله. بنيجي الجمله مان دك مان لايكس مثلا دك الى اخره، شو من اول شيء بنشوف الناون فريز؟ اول كلمه مان، صح؟ اوكي هل بنتقل للثاني؟ لا، في بعديها ما عندك، صح؟ بدي اجرب ايش الاحتمال الثاني؟ ارت ناون، هل الارت عنده ايه ذا؟ هل مان من ضمنهم؟ لا، كونه ما حققش الشرط الاول هي بيناتهم ايش؟ اند، تلقائيا الجمله ايش؟ مرفوضه، مش مقبوله باللغه. طيب لو كتبنا محل المان والدك، كتبنا ذا وومن لايكس ذا دك، مقبوله ولا لا؟ ذا وومن؟ لا غير مقبولة. غير مقبولة ليش؟ بدي يجي أول شيء ذا، يجرب عليا ناون؟ لا، بيرجع بيجرب إيش؟ أرت ناون، وجد الكلمة الأولى ذا، أوكي والناون عنده شو؟ هم كلمتين مان ودك، ذا ومن مش من ضمنهم، تلقائيا شو بتكون؟ مش مقبولة. واضح؟ هاي اللي حكينا عنه. هلا لو
كان عندنا مثلا the duck bites the man. هاي الحكينا عنها. كيف راح تمثل هاي السنتنس؟ شو اخذها؟ noun phrase and verb phrase. من الجرامر الكلي اللي عندنا هاي الجرامر كان. حتى نقدر نحكي الجملة مقبولة بدي اقدر امثل noun phrase و verb phrase. صح؟ طيب. هلا noun phrase شو اخذ الاحتمال؟ الثاني له احتمالين، اما noun او art noun. صح؟ والverb phrase عنده احتمالين، اما verb او verb and noun phrase. شو اخذ الاحتمال الثاني؟ verb هيو وnoun phrase اخذوا art noun، فصارت الجملة مقبولة. هاي احنا حليناها مرة ثانية. كيف يا شباب؟ top down. لو دحل bottom up كيف بتصير؟ بحكي ذا شو بتمثل؟ art. صح؟ duck شو بتمثل؟ noun. art and noun شو بيمثلوا؟ noun phrase. بس مشتغلها من bottom up حتى اوصل للايش؟ للسنترز. بينما هون احنا حليناها ايش؟ top down. طيب شوف امثلة. طيب لو عندنا الجملة كالتالي، واضحة عندكم شباب؟ واضحة. هاي الجرامر عندنا كالتالي. الجملة كم احتمال لها؟ الأسهل ثلاث. معناته متى بتكون الجملة مقبولة؟ إذا حققت واحد من الثلاث شروط للأس. بالمثال اللي أخذناه كان إلى كم احتمال؟ واحد، إنها noun phrase and verb phrase. هلأ الاحتمال الأول إنها تكون إيش؟ noun phrase لحاله مقبولة، أو noun phrase and verb phrase، أو verb phrase. واضح؟ طيب هلأ حكينا noun phrase هون كم احتمال له عندنا كمان؟ ثلاث، إما noun أو art and noun أو art and adjective and noun. تمام؟ الـ verb phrase كم احتمال له؟ اثنين، إما verb أو verb متبوع بنون phrase. الـ art له احتمالين، الـ verb احتمالين، الـ noun ثلاث، والـ adjective اثنين. طيب هلأ لو حكى لك الجملة التالية مقبولة ولا لا؟ هاي التمثيل لجرامر كامل. لاحظ معي هاي الأس كم احتمال الأس؟ نشوف شو عاملين. noun phrase هاي أول إشي، بيناتهم ايش راح يكون؟ or. هاي لاحظ ما في قوسون تصير عند or ايش؟ noun phrase and verb phrase or verb phrase. لحد هون واضح؟ واضح. طيب noun phrase حكينا كم احتمال له؟ ثلاث، اما noun تمام او هاي or بيناتهم art and noun او or ايش؟ art adjective noun. هذول بيناتهم ايش؟ and. طيب الناون له احتمالين، ثلاث احتمالات حطيناهم exam man student، والارت لهم احتمالين a وذا، والادجكتيف لهم اثنين smart و old حطيناهم. واضح؟ طيب يجينا للجمله اللي بعدها. الاحتمال الثاني للجمله انه ايش تكون؟ noun phrase and verb phrase. فعليا لازم اشتق كل noun phrase هذا، صح؟ نفسه، بس مشان نقلل المساحه حطينا ايش؟ سهم. يعني اللي بدي ننتجه وين موجود؟ هيا نفس هذول. واضح؟ واضح ليش حطينا سهم؟ نفسه لازم احنا رسمناه بس مشان نقلل مساحه حطينا سهم انه نفس النون فريز راح يكون عندنا هون. طيب يجينا للفيرب فريز كم احتمال له؟ اثنين، اما فيرب صح؟ او فيرب متبوع بايش؟ نون فريز. هاي بيناتهم اند وهون اور. فيرب اور فيرب اند نون فريز. الفيرب كلمتين. اجينا للفيرب الثاني هيها نفسها بدل ما اشتقها، والنون فريز هيو عندي. واضحه؟ واضح. اجينا الاحتمال الثالث للجمله ايش؟ فيرب فريز. هي حطيناه بدل ما نرجع نشتقه، هو بالاصل كله نشتقه بس حكينا مشان نقلل المساحه. طيب هلا جمله ذا سمارت ستودنت مقبوله ولا لا؟ حسب الجرامر اللي عندك. يلا يا شباب شو بتتوقع؟ مقبولة ولا لا جملة the smart student؟ مقبولة دكتور. جملة كم احتمال إلها؟ ثلاث احتمالات، إما بتشكلها من خلال noun phrase أو من خلال noun phrase and verb phrase أو من خلال verb phrase. إذا قدرت تشكل بواحد من الثلاث شو بتكون الجملة؟ مقبولة. خلينا هو شو بيشتغل أول شيء بده يجرب احتمال الجملة إنها جاية من وين؟ من noun phrase. صح؟ إذا ما زبطش معه noun phrase شو برجع بأخذ الاحتمال
الثاني noun phrase and verb phrase. إذا ما زبطش معه الخيار الثاني شو برجع بجرب الخيار الثالث verb phrase. إذا ما وجدش ولا واحدة منهم قدر معناته الجملة شو بتكون غير مقبولة. حكينا ذا smart student يجرب أول خيار noun phrase. noun phrase له كم خيار؟ ثلاث. أول إشي noun، هل كلمة ذا من أول كلمة noun؟ لا. شو برجع بأخذ الخيار الثاني؟ art noun. تمام؟ واضح شباب؟ بيجي art ذا art yes. الكلمة الثانية smart، هل هي noun من ضمن الناون exam man student؟ لا. شو برجع بأخذ أي خيار؟ art adjective noun. art adjective noun. هاو art ذا yes adjective yes noun yes. صحيح جملة مقبولة. كيف مثلناها؟ الأس من noun phrase صح؟ الناون فريز من ايش بتكون؟ ارت ادجكتيف ناون، وهاي الارت والادجكتيف ناون اللي عندي باللغه. طيب الجمله الثانيه لايكس مقبوله ولا لا؟ لايكس لحالها شو يا شباب؟ شو السبيه؟ تفضلي. ال في من الخيارات الفيرب. فيرب لا بس نبلش حكينا نشوف كيف نعملها. حكينا عندنا ثلاث خيارات. اول اشي بدي اجرب انها ناون فريز صح؟ بجرب ناون لا، ارت اول كلمه لا، ارت ادجكتيف نو لا، برجع بجرب اي خيار كمان. هاي بيشتغل بلايند سيرش عدبت مبدا ناون فريز اند فيرب فريز. بده يشكل اول شيء ناون فريز، هل هي ناون فريز؟ لا، برجع بجرب الاحتمال الثالث اللي هي ايش؟ الفيرب فريز. الفيرب فريز له كم احتمال؟ احتمالين، اما فيرب او فيرب او ناون فريز. فيرب يس معناته مقبول. شو اخذنا من الجمله؟ الاس فيرب فريز، والفيرب اخذنا ايش؟ لايكس. طيب لايكس ستودنت مقبوله ولا لا؟ مقبوله ولا لا؟ وين الرسمة بس؟ ما هي الرسمة؟ likes student مقبولة دكتور. مقبولة. كيف راح نأخذها؟ من الخيار الثالث اللي هو verb phrase صح؟ ال verb phrase له خيارين verb and noun phrase. شو راح نأخذ؟ verb and noun phrase. نأخذ من ال verb likes، من ال noun phrase نأخذ الخيار الأول اللي هو noun student صح؟ هاي رسمتها. طيب student likes exam، هاي الرسمة. شو يا شباب؟ مقبولة. مقبولة. طيب شو راح كيف مثلتيها؟ شو الجرامر؟ أي جملة بدك تختاري؟ noun phrase ولا noun phrase and verb phrase ولا verb phrase؟ noun phrase والverb phrase. ممتاز. هاي noun phrase verb phrase. حكينا الجملة a student likes exam، شو بدنا ناخذ من noun phrase؟ the student. اوكي the student من وين بيجي؟ من noun ولا art noun ولا art adjective noun؟ من الخيار noun. معناته اخذنا الاس noun phrase verb phrase، اخذنا من noun phrase ايش بس؟ noun. شو اخذنا من noun؟ student. طيب اجينا للverb phrase، شو راح نمثله؟ على شكل verb ولا verb noun phrase؟ الverb noun phrase. ممتاز. verb noun phrase الخيار الثاني، شو بناخذ من الverb؟ likes. noun phrase شو بناخذ؟ noun ولا art noun ولا art noun؟ noun. ممتاز زي ما حكت زميلتك. هاي الاس اخذناها noun phrase verb phrase، noun student، الverb phrase اخذنا verb and noun phrase، noun phrase اخذنا منه noun exam. طيب student hates old man مقبوله ولا لا؟ شو الجملة دكتور؟ student hates old man مقبولة ولا دكتور؟ غير مقبولة. طيب غير مقبولة. لما نحكي غير مقبولة نجرب كل الاحتمالات صح؟ أول إشي نجرب noun phrase. noun phrase نجرب منه كم احتمال؟ ثلاث. أول إشي الآن student okay. ليش مش مقبولة؟ هي لأن student بس لأنه ما كملش بقية الجملة holds hates old man صح؟ نأخذ الخيار الثاني art noun لا صح؟ أول كلمة art student لا، أول كلمة كمان art adjective noun لا، خيار إنه noun phrase لحاله مرفوض. طيب الخيار الثاني noun phrase and verb phrase راح نجرب
بلايند حكينا بنشتغل. راح نجرب أول شيء إنه بنقدر نكون الناون فريز، طبعاً جربنا مش راح يقدر. نأخذ الخيار الثالث إنه إيش؟ فيرب فريز، صح؟ هل فيرب فريز الخيار الأول فيرب؟ لا. فيرب متبوع من ناون فريز؟ لا، معناته الجملة شو؟ ريجكت. واضح شباب؟ واضح؟ طيب لو حكينا the old man likes the smart student، the old man likes the smart student، هل مقبول ولا لا؟ هاي الجرامر الرسمة. The old man likes the smart student. مقبولة ولا لا؟ The old man مقبولة. مقبولة. أي خيار بدي أخذ؟ الناون فريز and verb فريز. في ثلاث خيارات. من الناون فريز أي خيار بدي أخذ؟ الخيار الثالث. The old man. صح؟ الخيار الverb فريز إلو هاي اللي بتكون خيارين، بدي اخذ ايش؟ الفيرب والناون فريز. الفيرب بدي اخذ لايكس ذا اولد مان، حكينا لايكس ذا سمارت ستودنت. من الناون فريز شو بدي اخذ كمان؟ الخيار الثالث ارت ادجكتيف ناون. هي واضح، هي اس ناون فريز فيرب فريز. الاس اخذنا ارت ادجكتيف ناون، الفيرب اخذناه والارت ادجكتيف ناون للنين فريز. اي استفسار يا شباب؟ اي استفسار؟ حد هون اليوم إن شاء الله، بس نأخذ حضور وغياب بنوقف، بنكمل المحاضرة الجاية إن شاء الله بالهيروستيك سيرج. هديل، هديل مشهور. موجودة دكتور. أوكي، عبد موجودة. الرحمن القديسات، عبد الرحمن. سيف بني عواد. حاضر دكتور. صفاء. صفاء. أحمد بهاء الدين. أحمد بهاء الدين. بتول الطويل، بتول، نعمات، نعم دكتور، رهف رواجدة، رهف موجودة، أوكي، رؤى عبابنة، رؤى عبابنة، رهف عماد، موجودة دكتور، ميسم خصامنة، ميسم، هاشم. موجود. يحيى رجوب. نعم. نضال. نضال شادي. موجود دكتور. جنى. جنى المؤمني. نعم دكتور. رافع عبيدات. نعم دكتور. سارة عبد الله. موجودة دكتور. أوكي سارة. شيماء. موجودة دكتور. عبد الرحمن. عبد الرحمن الأشقر. معاذ. نعم دكتور. دانيا صالح. موجودة دكتور. عمار عبيدات. عمار. إيمان عرابي. موجودة دكتور. محمد عبد المنعم. موجود دكتور. سالم. موجود. رهف أمجد. موجودة دكتور. عبد الله الجراح. عبد الله. عمر الجراح. موجود دكتور. رسل. موجود دكتور. حمزة الخطيب. نعم دكتور. رغد بلال. موجود دكتور. بتول عامر. نعم دكتور. رؤى عوض. رؤى محمود. محمود. موجودة. أحمد غازي. موجود دكتور. أحمد عدنان. موجود دكتور. عصام الزرقات. عصام. محمد وهبة. موجود دكتور. علاء شخاطرة. موجود دكتور. أوكي علاء. أسامة. أسامة. نعم دكتور. إسماعيل. إسماعيل قاسم. طيب يعطيكم ألف عافية شباب. إن شاء الله بحط لكم التسجيلات اليوم، بحط لكم الأمثلة اللي أخذناها مشان الخميس. بشوفكم الأحد القادم. أي استفسار شباب؟ يعطيكم ألف عافية.